السياسة والولاء يشطران الحشد، العتبات تذود عن الدولة، والفصائل تسترشد بإيران. ليست مصادفة السفير الإيراني يطلع بحوار مهم، بالضبط بعد إعلان بيان حشد العتبات ذو النقاط الثمان. ليست مصادفة أبداً. بالبداية عندنا بيان حشد العتبات، وأهم اللي ورد به نقطتين. الأولى تأكيد ارتباط حشد المرجعية التام بالدولة ودستورها وتبعيته للقائد العام، والثانية التزامه بعدم العمل بالسياسة ومنع عناصره من الترشح للانتخابات. هو حشد تشكل على أساس فتوى واضحة ما له علاقة بأي فعالية سياسية. طيب شنو سر التركيز على تعريف الفتوى ووظيفة الحشد هالأيام؟ السر هو لتمييزه عن الحشد الولائي غير الملتزم بحدود الفتوى، واللي يشتغل سياسة وعنده نواب بالبرلمان. البيان ما ذكر هالشي صراحة، بس الحليم تكفيه الإشارة. زين مسجدي شنو اللي قاله؟ قال هواي أشياء، أهمها أن هناك جماعات مقاومة بالعراق لها علاقات إيجابية بطهران، لكن هذا ما يعني تدخل إيران وإسماعيل قاآني بقرارات هاي الجماعات. على العكس، سياسة طهران تتركز على مبدأ عدم التدخل بشؤون الفصائل، بس اللي صاير إنه هم اللي يحبون يستشيروهم ويسألون قاآني عن رأيه بالملفات اللي تشغلهم. وأقرب ملف هو الاستثمار السعودي، واللي نفى السفير الإيراني علاقتهم به. المبدأ الثاني اللي يركز عليه مسجدي هو إنه طهران تريد تقوي حكومة بغداد، مو العكس، بل إنه طهران بكل مشاوراتها تعمل على خلق الانسجام بين العراقيين، بين الأكراد والشيعة، بين السنة والشيعة، وبين الشيعة وباقي المكونات. ماذا عن الأمريكان يا سيد مسجدي؟ الجواب إنهم غير مرغوب بيهم في العراق، وهذا رأي مشترك بين الفصائل وطهران، فضلاً عن إنه الفصائل مستائين من الأمريكيين بسبب اغتيال أبو مهدي المهندس وسليماني. المطلب واضح، هو انسحاب القوات الأمريكية. هكذا تريد الفصائل، وهكذا تريد إيران. هسه السؤال المركزي هو التالي: هل بدأ اللعب على المكشوف بين النجف وطهران؟ الجواب ربما نعم. بدأت الأوراق تكشف، ورقة النجف هي إعادة تعريف الحشد لنزع الشرعية عمن لا يلتزم بحدود الفتوى. بالمقابل ورقة طهران كشفتها وأعلنت أن هناك أطراف شيعية ترتبط وياها بعلاقات خارج إطار الدولة، جهات تلتقي بيها وتتداول وياها حول ملفات تخص السياسة الخارجية للعراق، مثل انسحاب الأمريكان. والغريب أنه مسجدي يعلن أنه طهران تتفق مع الفصائل حول هالمطلب. بالنتيجة إعلان مسجدي يحتمل تأويلين: الأول أنه التصريحات بيها تهديد مبطن من أن خيوط اللعبة بعدها بطهران، وممكن تحركها بشكل
ما يتحمل الوضع العراقي. أما التأويل الثاني فهو أنه طهران مهتمة بتطمين النجف وجاي ترمي الكرة على جماعات عراقية لازم يتم إرضائها حتى تمشي الأمور. خلاصة الاحتمالين مرجحات، بس يحتاجن أدلة، يحتاجن أدلة، وهذا اختصاص النجف، ومؤكد راح ترجح احتمال بدليل تتوصل إلى وربما تفتي على أساسه، منو يدري. حياكم.